لو عايز تعرف كل اخبار الكرة لحظة بلحظة بسيطة، سبسكرايب في الشانل، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. السبت بإذن الله الأهلي في مواجهة سياتل ساوندرز بطل كونكاكاف النادي الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية. المباراة هتقام بإذن الله في السابعة مساء بتوقيت القاهرة. المباراة الأولى في الدور الأول كان النادي الأهلي استطاع أن هو يفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوكيانوسيا بثلاثية رائعة نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو. طبعا حسين الشحات دخل التاريخ بهدفه في أوكلاند سيتي، أصبح هو رابع لاعب في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية يسجل فيه ثلاث نسخ مختلفة، دخل بقى مع أساطير زي كريستيانو رونالدو وميسي وجاريث بيل. حال فوز النادي الأهلي بإذن الله في مباراته قدام بطل أمريكا هيواجه 8 أبريل الأسطورة الفريق الأعظم عبر التاريخ ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب. نتمنى بإذن الله أن المواجهة دي تحصل، هتبقى شرف كبير جدا وتاريخي للكرة المصرية. فرصة النادي الأهلي كبيرة جدا في هذه المباراة. الفريق الأمريكي تقريبا بقاله أكتر من 3 أشهر ما عملش ولا مباراة رسمية، كان عنده فترة راحة طويلة جدا بعد انتهاء الدوري الأمريكي، يدوب اتجمع اللعيبة وما عملوش أي مباريات رسمية بقالهم فترة طويلة، يعني الفريق بدنيا مش هيبقى أحسن حاجة، ودي هتبقى فرصة بإذن الله لرجالة النادي الأهلي. الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري المميز حذر لعيبة النادي الأهلي من لاعب فريق سياتل راؤول روي دياز. اللاعب اللي بيبلغ من العمر 32 عام هو هداف الفريق الأمريكي، أحرز 9 أهداف في الدوري الأمريكي و3 أهداف في كونكاكاف. اللاعب هو تاني أغلى لاعب في تاريخ نادي سياتل الأمريكي، استقطبه في عام 2019 بمبلغ 6 مليون دولار. استقر مارسيل كولر على تثبيت تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة، نفس تشكيل مباراة أوكلاند سيتي الماضية، محمد الشناوي في حراسة المرمى قدام محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في خط الهجوم. وفي مجريات المباراة هيتم الاعتماد على باقي اللاعبين أبرزهم كهربا وبيرسي تاو، بالتوفيق بإذن الله للنادي الأهلي ويرجع بإذن الله بمركز أفضل من اللي حققه قبل كده. قضية سريعة جدا عايز أتكلم فيها بعيدا عن كأس العالم للأندية تخص النادي الأهلي. عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي تحدث في قضية غريبة جدا في رأيي الشخصي، تحدث عن برونو سافيو لاعب الفريق المحترف اللاعب البرازيلي اللي استبعد من قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية الحالية في المغرب. إيهاب الكومي بيقول ان في قرار اتخذ، قرار سري باستبعاد اللاعب تماما والاستغناء عنه في نهاية هذا الموسم. ايه السبب يا عم إيهاب؟ السبب بيقول انه كان هو السبب في ان النادي الأهلي فشل في استقطاب المهاجم البرازيلي جوستافو اللي كان النادي الأهلي بفوضه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكان قاب قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الأهلي لكنه تراجع فجأة. إيهاب الكومي بيقول ان برونو سافيو نصح جوستافو بعدم المجيء للنادي الاهلي لان رواتب اللاعبين الاجانب فيها مشكله. كلام قد يبدو طبيعي، كلام اي كلام ممكن يتقال في الاعلام، الله اعلم مدى صحته او نفيه في ظل ان النادي الاهلي ما خرجش منه تصريحات رسميه في هذا الشان. اللي انا بس مستغرب له ان الاستاذ إيهاب الكومي هو عضو في الاتحاد المصري لكره القدم. عندنا كل حاجه هنا في مصر سلطه، الاعلامي بيشتغل عضو في الاتحاد الكوره ويتكلم على انديه المفروض ان هو مسؤول عنها، ازاي حضرتك عضو في الاتحاد المصري لكره القدم وتتحدث في خبر حساس زي ده؟ انا شايف ان الموضوع غريب وخطير، مش اول مره ومش اخر مره، مش اول حد يعمل كده يكون بيشارك في عده امور متشابكه في نفس الوقت ويتولى المسؤوليه في عده امور متشابكه. لكن اتمنى ان هذا المسلسل من الكوميديا السوداء في الرياضه المصريه وكره القدم المصريه والاعلام المصري يتوقف. لا صوت يعلو فوق صوت ديربي الاسماعيلي والاتحاد السكندري يوم الحد القادم بإذن الله في الجولة 17، الجولة الأخيرة
من الدور الأول من الدوري المصري. الاتحاد السكندري بيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، الإسماعيلي بيحتل المركز 17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة. الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي رفع درجة الاستعداد للمباراة. اختار الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي قائمة من اللاعبين سافر بالفعل للإسكندرية لإقامة معسكر مغلق قبل المباراة بأربع أيام. قائمة الفريق ضمت كل من محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو في حراسة المرمى، باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد محسن وكريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد حسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبوري ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط وسيرجي أكا. طبعا واضح إن القائمة فيها الثنائي الجديد سيرجي أكا وكريم الديب. في الساعات الأخيرة انضم لي قائمة الفريق في الإسكندرية الظهير الايمن عصام صبحي اللي ما كانش متواجد، طبعا ده بعد تعرض باهر المحمدي الظهير الايمن في المباراه الاخيره للنادي الاسماعيلي اللي نزلت برد شديده. ايضا محمد حسن اشتكى من بعض الالام في العضله الضمه وموقفه لم يتحدث بعد من المشاركه في هذه المباراه. الجهاز الطبي بيسعى بكل الطرق لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركه في هذه المباراه الهامه. اللجنه اللي تم تعيينها من وزاره الشباب والرياضه لاداره النادي الاسماعيلي بتبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب اللاعبين. اللجنه كانت وعدت اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتاخره خلال ايام باذن الله. ازاي اللجنه هتدبر الاموال؟ في عده اتجاهات. اولا في دعم من وزاره الشباب والرياضه، دعم من الشركه الرايه هتدفع دفعات كانت متاخره لصالح النادي الاسماعيلي. يقال ان بعض رجال الاعمال ايضا هتتبرع للنادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. ايضا اللجنه بتسعى لاستلام النادي الاجتماعي منتصف هذا الشهر، وده من المتوقع انه يدخل دخل كبير جدا للنادي الاسماعيلي، لان من وراء النادي الاسماعيلي هيقدر ياخد قرض يصل ل 200 مليون جنيه مصري من البنوك المصريه، قرض حسن مقابل عضويه النادي. على فكره القرض ده كان عمل اوراقه بشكل كبير جدا مجلس اداره المهندس يحيى الكومي، وكان بينتظر فقط لغير ان النادي الاسماعيلي يستلم المبنى الاجتماعي. يا رب الموضوع ده يتم على خير، هيدير دخل كبير جدا على النادي الاسماعيلي، يحل ازمات كبيره جدا 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 لا تتخيلوها. يعني مش هيكون اقلها للاسف الشديد اللعيبه الاجانب الهربانه اللي مقدمه شكاوي في النادي الاسماعيلي. الموضوع ده والله العظيم لا تتخيله، عامل لي رعب، لان لاعب واحد بس خد مليون و300 الف دولار، الله اعلم الباقي هيعمله توتال قد ايه، ربنا يستر. نادي الاتحاد السكندري ايضا بيستعد للمباراه بكل قوه. في مفاضله من الجهاز الفني بقياده المدير الفني المميز الصربي زوران مانولوفيتش في خط الهجوم ما بين الانجولي مابولولو والنيجيري اوستن اوموتو. ايضا بنسبه كبيره لاعب خط الوسط اللي انضم للاتحاد السكندري في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه اللي انتهت من ايام قليله عمار حمدي غالبا مش هيكون متواجد في هذه المباراه ايضا لتعرضه لوعكه صحيه باذن الله تكون بسيطه ويرجع في اسرع وقت. الاتحاد السكندري كان عمل مباراه وديه استعدادا لمباراه النادي الاسماعيلي قصاد نادي سموحه، وانتهت المباراه القويه بالتعادل الايجابي 2-2. احرز اهداف نادي الاتحاد السكندري احمد حمدين والمهاجم النيجيري القوي اوستن اوموتو. يوم الاثنين باذن الله الزمالك بيستعد لمواجهه فاركو في اخر مباريات الدور الاول من الدوري المصري. الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطه، بينما يقبع فاركو في المركز ال 12 برصيد 16 نقطه. الامور داخل نادي الزمالك مش هخبي عليكم ضبابيه جدا، حتى الان اللي هيقود هذه المباراه المدير الفني كابتن اسامه نبيل. هل مستر جوزفالدو فيريرا هيعود من جديد لقياده نادي الزمالك كما اعلن من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور بعد مباراه فاركو؟ قال ان جوزفالدو فيريرا هيعود من جديد لقياده نادي الزمالك بدون معاوني الاجانب، هيكون معاه اسامه نبيه كمعاون من جديد، لان المعاونين الاجانب بتوع جوزفالدو فيريرا هما اللي وقعوا ما بينهم وما بين اسامه نبيه، ده اللي بيقال من داخل اداره نادي الزمالك. لكن هل هذا هيحصل؟ الله اعلم، لان نادي الزمالك اصبح كل ساعه بحال. طبعا دي هتكون اول مباراه لنادي الزمالك بدون نجمه امام عاشور اللي اتم احترافه في نادي ميتلاند الدنماركي. بالتوفيق يا امام باذن الله، وتكون اضافه لمنتخبنا الوطني. حتى الان في صراع ما بين اداره نادي الزمالك والاتحاد المصري لكره القدم بسبب قيد اللاعبين. زي ما احنا عارفين الاتحاد المصري لكره القدم ركب دماغه ونشفها ومرضاش يأيد الثلاثي اللي كان المفروض نادي الزمالك يؤيده في فترة الانتقالات الشتوية اللي خلصت. ناصر منسي، احمد بالحاج ومحمود شبان
بسبب تأخر نادي الزمالك في دفع المديونية أو تسوية المديونية اللي عليه لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري ما قبلش ان هو يقيدهم. المستشار مرتضى منصور عمال يهدد على فيسبوك من شوية، قال في فيديو خطير جدا هينزل بعد ساعة، بعد كده سحب الفيديو. الموضوع بقى صعب وسخيف وزاد عند الحد. انا اعتقد ان الاتحاد المصري لكرة القدم كان عليه ان هو يقيد اللعيبة، لان في الاخر مصلحة اللعيب اهم من اي شيء. انت كده هتقعد التلات لعيبة في بيوتهم بدون لعب حتى نهاية هذا الموسم. انا معرفش حضرتك استفدت ايه بهذه الخطوة. مشاكلك انت ورئيس نادي الزمالك تحلها عن طريق المحاكم، ما تدخلش فيها نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ومستقبل فرقة نادي الزمالك ومستقبل لاعبين وتضيعهم وتستخطر بيهم بهذا الشكل الغريب. هل هيتم قيد اللاعبين؟ ما اعتقدش، الوقت عمال يعدي. اعتقد ان نادي الزمالك لو قدامه ان هو يعمل حاجة لازم يقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو بقى اللي بيت في هذا الامر. لو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا ستبقى انديتنا الجماهيرية اولا وفوق الجميع. اشوفكم على خير باذن الله. شكرا ليكم وسلام عليكم.